التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والوكلاء المساعدين والمدراء والمستشارين بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك بهدف عرض الإنجازات التي حققتها الوزارة على سموه، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة وإداراتها في العام الجاري. في بداية اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أن الشباب البحريني يحتل مساحة واسعة لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بيده الله ورعاه. قال سموه: لا يخلو خطاب لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى دون أن يوجه فيه جلالته المعنيين في المملكة بأهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات وجعله العنصر الرئيس في قيادة المملكة نحو بناء مستقبل مشرق لها. تبع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع الشبابي ساهم بصورة كبيرة في تحقيق التطور المنشود له، وهو الأمر الذي تمثل من خلال تضمن برنامج الحكومة لمبادرات نوعية بارزة تجاه الشباب البحريني وكيفية تمكينه في مختلف المجالات ودعم مبادراته ومشروعاته وابتكاراته ليساهم في تقوية مختلف أركان المملكة. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن المتتبع لمسيرة الإنجازات التي حققتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في العام الماضي 2020 يدرك تماما بأنها جاءت شاملة لجميع المجالات والقطاعات التي ترعاها، وتلك الإنجازات مثلت نقلة نوعية بارزة في مسيرة العمل بالوزارة. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: يمثل العام الجاري 2021 تحديا جديدا أمام وزارة شؤون الشباب والرياضة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وإننا على ثقة تامة بأن وزارة شؤون الشباب والرياضة وبطاقمها الشبابي قادرة على تخطي جميع التحديات كما فعلتها في العام 2020 وتعزيز الإنجازات والمحافظة على المكتسبات والارتقاء بها في العام الجاري، خاصة في ظل الأفكار والمبادرات الرائدة التي قدمتها الوزارة في العام الماضي والتي أثبتت مدى فكر النير والمستقبلي الذي يتمتع به شباب البحرين. خلال اللقاء طلع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على عرض للإنجازات التي حققتها في العام 2020 والتي كانت شاملة بكافة منظومة العمل الإدارية والفنية بالقطاع الشبابي والرياضي، والأثر الإيجابي لتلك الإنجازات والمبادرات على تطوير هذين القطاعين. كما عرضت الوزارة استراتيجياتها للعام 2021 والمبادرات والبرامج التي ستقدمها جميع الإدارات للقطاعين الشبابي والرياضي والسبل الكفيلة بتنفيذ تلك الاستراتيجية والبرامج. من جانبه أعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد باسمه ونيابة عن جميع مسؤولي الوزارة وموظفيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لاهتمامه ودعمه لبرامج التطوير الإداري والفني التي تقوم بها الوزارة والتي تتوافق مع فكر سموه ونظرته المستقبلية للقطاع الشبابي والرياضي، مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت جاءت نتيجة طبيعية لدعم سموه لاستراتيجية الوزارة.